هذه الشيلة إهداء لأم خالد من أبو خالد وعياله وأم حسين وبنتها نورة وشهد. توجوا نورة وهنوها يا الأجواد نوم سد في فرحة الأهل والديرة أربعة خمسة واحد نشوف في حفلة الفل والكادي حنها 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 المحفل وحياها جمهورة عمت الفرحة على روس الأشهادي والقصايد حاضرة بيوم أسطورة نوره اللي على العزم تعتادي قمة الأخلاق والزين والصورة توجوا نوره وهنوها يا الأجوادي نوم سد في حفلها الأهل والديرة توجوا نوره وهنوها يا الأجوادي نوم سد في حفلها الأهل والديرة رشوا في حفلها الفن ابنها خالد لها درع وسنادي بطناخه ينعرف بين العشيرة بنتها إريان بالطيب تتباهي وصارت بالأدب شاهد مشهورة والقمر رغد والأخلاق تزدادي ربي يشفيها ويحميها الأمورة بالعلوم الطيبة أمها تنادي فارقة بالوصف والطيب وسيرة أم حسين للجمال كفها عالي والسنا فيها بالأفعال مفخورة فاح عطرة التخرج والقمر بادي ألف مبروك التخرج يا نورة جعل فالك فالتوفيق يزدادي ولك مستقبل هلات تفاشينا حاضر بيوم أسطورة.